في قلب النيل بمدينة أسوان تقع هذه الجزيرة، فيلة حلقة الوصل بين مصر والسودان. لكن هذه الجزيرة أسطورة تاريخية، فهنا انصهرت في بوتقة واحدة حضارات فرعونية، رومانية، مسيحية وإسلامية. غير أن أشهر معابد فيلة هو معبد الإلهة إيزيس، أكثر الآلهة المصرية عبادة، التي انتشرت عبادتها أيضا في العصرين اليوناني والروماني. في الصراع بين المعبود أوزير والمعبود ست، حيث تم قطع جسد أو تقطيع جسد المعبود أوزير إلى 14 قطعة، إحدى هذه القطع أو من القطع الهامة جدا في جسد الإله أوزيريس تم العثور عليها في جزيرة فيلة. من هذه النقطة ومن هذه اللحظة أصبحت هذه الجزيرة مهمة جدا. تقول الروايات هنا إن المصريين القدماء سبقوا الرومان إلى هذه الجزيرة، وهو ما دلل عليه البعض بوجود معبد أمنحتب، غير أن التوسع في بناء هذه المعابد بلغ ذروته في عهد البطالمة الذين حكموا مصر 300 سنة. لا تتوقف الرحلة في هذه المعابد التاريخية عند هذا الحد، فهذه الجدران تروي سطور تاريخ يمتد آلاف السنين، تفتح في صفحاته ليلا على ضفاف نهر النيل. فيلة المحطة الأهم والأشهر لرحلات السياح لمشاهدة عرض الصوت والضوء، حيث تحكي قصة تطور الحضارات في الجزيرة التي فتحت صفحة جديدة في تاريخها بعد دخول المسيحية ونقلت بعض الأحجار إليها لبناء كنائس. لكن الفاطميين والمماليك والعثمانيين اعتبروا الجزيرة حصنا عندما جاء الإسلام إلى هنا وسميت أنس الوجود. أعتقد أن هذا العرض مميز للغاية وهو تجربة فريدة. المكان جميل خاصة في الليل. قبل 60 عاما تم إنقاذ هذه المعابد من الغرق في المياه الناجمة عن بناء السد العالي، وتعاونت مصر مع اليونسكو لتفكيك أحجار المعابد وإعادة تشييدها فوق جزيرة مجاورة تدعى أجليكا، لتكون شبيهة بالجزيرة الأصلية. آيا رادي، سكاي نيوز عربية، معابد فيلة، مدينة أسوان.